في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية مسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من مجموعة إلى أخرى، أو من قبيلة إلى أخرى، على وجه الإفساد بينهما لخطورة النميمة، فإنها سبب من أسباب عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، فلا إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستتر من بوله. ولذلك عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. سبحان الله، في ذنب هين، أهو هين؟ قلت: والعلم عند الله. توضيحها من أنه هين من حيث ماذا؟ من حيث سهولة التحرز منه، سهولة التخلص من هذين الأمرين. ولذلك في الصحيحين: وما يعذبان في كبير، في هنا سببية، مثل: دخلت امرأة النار في هرة، لأن بعض اللغويين قال: لم تأتي في سببية إلا في حديث دخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة، لا، هذا الحديث يدل. قال: وما يعذبان في كبير بسبب كبير، بل جاء في القرآن: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي بسبب الذي أخذتم في كبير، أي لا يشق التحرز. ولذلك قال هنا في رواية ابن حبان: هين، يعني أنهما يستطيعان أن يتخلص منه، فليس من الصعوبة، لكن الموفق من وفقه الله.